السلام عليكم ورحمة الله متابعين جريدة ويسلان نيوز والمؤسسات اللي تابعة لها. هذه من مباشرة هذا الصباح اليوم 28 مزاد العلني مدينة ويسلان في البارك ديال البلدية اللي كيتواجد مباشرة حدا مقبرة ديال الرحمة طريق فاس. موتور تريبورتور كما كتشوفوا سيارة تريبورتور اخر للناس اللي عندهم الغرض دابا راه تيجيو تيشوفوا تيعينوا السلعة باش غادي يدخلوا وتيتقيدوا. هنايا عبارة على مجموعات. السلام عليكم. نهاية اللجنة والناس اللي غادي يشريو تحدد الثمن في 5000 درهم كوسيون. السيد الرئيس جماعة ويسلان شخصيا ومستشار مطالسي واللجنة خلاص اللي مكونة طبق التقاليد والأعراف والقانون. جوال